السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور أحمد مجدي سيد، مدرس خاص المواد الحيوية. النهاردة هنشرح الدنتال سيراميكس. السيراميكس إيه هي السيراميكس؟ الماتيريال اللي لما بنسخنها عند درجات حرارة عالية بيحصل تفاعل بين النون ميتاليك إن أورجانيك ماتيريالز. التفاعل اسمه بايرو كيميكال رياكشن، كلمة بايرو يعني في حرارة، وكيميكال يعني في تفاعل كيميائي بيحصل، يعني مش زي الألوي مثلا لما نسخنها ونبردها، لا هنا مفيش تفاعل كيميائي حصل، لا هنا في تفاعل كيميائي بيحصل فسميناه بايرو كيميكال رياكشن. جت من الكلمة جريج اللي هي كيراميكوس، معناها بيرد ستاف، يعني حاجات وحرقناها، عشان كده بنقول بيحصل تفاعل في درجات الحرارة العالية. الجلاس سيراميكس ايه هي بقى؟ نوع من انواع السيراميكس، نوع مخصوص بتتكون من جلاسي فيز او جلاسي ستيت، بيحصل لها دي فيتريفايد بارشلي اور كومبليتلي فتبقى كريستالايزد. في عندي حاجتين في السيراميكس، في الجلاس عموما، جلاسي فيز وكريستالاين فيز. جميل. الجلاسي فيز دي اللي هي فيتريفايد، لما يحصل لها دي فيتريفيكيشن يعني يتكون فيها شويه كريستالات. هناخد الكلام ده دلوقتي ونشوف. البورسلين بقى يعني ايه كلمه بورسلين؟ ده جزء محدد من السيراميكس، يعني السيراميكس حاجات كتيره من ضمنها البورسلين. بيتكون مينلي من كاولين وكوارتز وفيلسبار. فيلسبار مش فيلد سبار، الدي سايلنت ما بننطقهاش. ايه عمليه الفيتريفيكيشن بقى؟ عمليه الجلاس فورميشن، عمليه تكوين الجلاس زي ما احنا شايفين كده اهوت في الصوره. ده كومبوننتس انا بسيحها وبحطها بعمل الجلاس بتاعي. الجلاس از فيتروس ستراكشر، ما فيش فيه كريستالات، فيتروس يعني ما فيش فيه اي كريستالات، شفاف كده. بص كده حضرتك، امال ايه بقى الدي فيتريفيكيشن بقى؟ الدي فيتريفيكيشن دي عمليه تكوين الكريستالز ات هاير تمبريتشر. ده فيتريفايد، الجزء اللي في النص ده دي فيتريفايد، يبقى ده اللي فيه كريستالات. شايف ما بقاش ترانسوسنت ازاي؟ ده الجلاسي فيز وده الكريستالاين فيز. جميل. ده منظر احنا شايفينه كده على شكل كبير سكيل ان احنا بنشوفه، انما مش ده اللي بيحصل في الجلاس سيراميكس. في الدنتال سيراميكس مش كده. في عندي مصطلح اسمه جلاس ترانزيشن تمبرتشر، او اسمه تاني افكتيف تمبرتشر. ايه قصه دي؟ درجه حراره تحتيها الجلاس بيبقى امورفس. طيب ايه خصائص الدنتال بورسلينز، الدنتال سيراميكس عموما؟ بتيجي خصائصها بتظهر نتيجه البوند الاساسيه بتاعتها اللي هي ايونيك بوند. احيانا بيتكون فيها شويه كوفيلنت بوند، بس مينلي البوند الاساسيه بتاعتها ايونيك بوند. يبقى خصائصها هتكون ايه؟ برافو عليك، هاي سترينث وهاردنس، الكتريكال وهيت انسوليتور، ما بتوصلش لا حراره ولا كهرباء، عندها هاي ثيرمال ريزيستنس. يعني ايه؟ يعني هاي ميلتنج تمبرتشر، يعني ما بتسيحش في درجات حراره قليله، زي ما هناخد بعد كده في السيراميكس والكلام ده كله، ان احنا بنسيح عند 800 درجه على الاقل، 800 و1000 و1000 وشويه وحاجات زي كده. يبقى دي اسمها هاي ثيرمال ريزيستنس، ان هي ما بتتحسحش بالحراره بسهوله. عندها هاي كيميكال ريزيستنس، ليه؟ البوند قويه جدا، مش اي حمض ياثر فيها. اللي ياثر فيها الهيدروفلوريك اسيد، وده من اقوى الاحماض. انما فوسفوريك اسيد لا، ده ضعيف. الفوسفوريك اسيد ده اللي كان بيعمل اسيتشنج في الانامل، لا ده ما ياثرش في السيراميكس. اوكي. بريتل ان نيتشر، يعني كلمه بريتل تستحمل كومبريشن ما تستحملش تنشن. عندها بوند قوي مع بعض، البوند قويه بينها، فبالتالي ما بتفقدش الكومبوننتس بتاعتها، يعني ما يحصلش ليتشنج اوت، يعني العناصر المكونه ليها ما بنفقدهاش بسهوله. رقم سبعه هايلي بايو كومباتبل، دي من احلى المميزات اللي موجوده في السيراميكس، ان هي الكومباتبيلتي بتاعتها عاليه. بايو كومباتبيلتي بتاعتها عاليه، ما تعملش اريتيشن ولا تحوش بلاك ولا اي كلام ده كله، بنحبها قوي كدكاتره اسنان احنا. طب الكلاسيفيكيشن بتاعتها بقى، التقسيمه الاولانيه اكوردنج تو ابلكيشن، ممكن نقسمها سيراميكس بنعمل بيها سيراميك ميتاليك ريستوريشن، بنعمل اول سيراميك كراون او بريدجز او انلاي. الامبلانت دلوقتي بقى بيتعمل من السيراميكس، الاورثودونتيك براكتس اللي هي البريسز بتاعت الاورث اللي بنحطها دي، او ممكن نعمل بيها دينشر تيس. اهي الحاجات اللي موجوده قدامنا اهيت، ادي ده اول سيراميك كراون، ده سيراميك على ميتال، ده الدنتال امبلانت، دي البريسز بتاعت الاورث، دي سيراميك، ممكن ده انلاي اونلاي، وهكذا كومبوزيشن اكوردنج تو ابلكيشن. اكوردنج تو فابريكيشن ميثود، ودي كنا بنقسم زمان عليها السيراميكس بصنعها ازاي. اول حاجه سنترنج، يعني ايه كلمه سنترنج؟ بيجي لي السيراميك في شكل بودر زي ما احنا شايفين هنا اهوت، ادي الميتال سبستراكشر،
جزء ميتال، بعد كده بعمل الميكسنج للباودر بتاع البورسلين وبشكله على الميتال سبستراكشر وادخله الفرن يتحرق، اجيب باودر تاني وابني بيه تاني واسيبه في يتحرق، احط له بورسلين تالت ورابع وهكذا. ده السنترنج. يبقى عمليه السنترنج هي بيجي لي البورسلين في شكل باودر وانا بشكله على السبستراكشر او على الضايع على طول عندي، لو اقول سيراميك كراون، وبدخله الفرن يحصل له سنترنج. يعني ايه كلمه سنترنج؟ يعني بريشر في درجات حراره عاليه يخلي البارتكلز يحصل لها اجلوميريشن، تتجمع على بعض وتلزق تبقى ستراكشر واحد، بدل ما هي باودر مفرط كده لا بيبقى ستراكشر واحد هوموجينوس. تاني طريقه الماشين دي سيراميكس بخرطها في طريقتين، حاجه اسمها كاد كام، كمبيوتر ايديد ديزايننج فور كاد كام، بقى اختصار ايه؟ كمبيوتر ايديد ماشيننج او مانيفاكتشرنج. يعني انا بصمم بالكمبيوتر، ما هو ديزايننج هو تصميم بمساعده الكمبيوتر، وماشيننج او ميلينج بمساعده الكمبيوتر برضه. اوكي، باخد اوبتيكال امبريشن، امبريشن ضوئي، مش امبريشن عجينه بحطها في بق البيشنت، لا لا لا، بجيب كاميرا واصور بق البيشنت او بصور الكاست اللي انا خدته مش فارقه، بس المهم انا خدت امبريشن ضوئي. الامبريشن ده هننقله على الكمبيوتر، ما هو طالما امبريشن اوبتيكال امبريشن ضوئي يعني اتاخد بكاميرا، الكاميرا هتبعته على طول على الجهاز، وهبتدي اعمل الديزايننج بتاعي. خلصت الديزايننج هقول للميلينج ماشين جزء كده من السيستم ده، هقول له لو سمحت اعمل لي ميلينج، يعني اخرط لي البلوك بتاع السيراميك ده للشكل اللي انا عايزه ده. اهي ده الميلينج ماشين اهوت، زي ما شايف حضرتك في بير اهي وفي اشكال كتيره، وانا بخرط من البلوك البنفسجي ده، البلوك انا بخرط منه شكل الكراون اهوت. هنا في بريدج، البلوك ده شكل تاني، شكله مدور كده، انما البلوك ده كان مستطيل، البلوك ده شكله مدور بتاع المعمل، الميلينج ماشين دي بتاعت المعمل، وبتجي بيخرج زي ما حضرتك شايف كده البريدج بيعملها. في حاجه تانية من الماشيننج، حاجه اسمها كوبي ميلينج. يعني ايه كوبي ميلينج؟ يعني بعمل ميلينج من نسخه. بنعمل ايه في الفكره دي؟ هجيب اعمل واكس باترن عادي، بس ما بنعملوش من واكس، في الغالب بيتعمل من ريزن، ما علينا من تفاصيل عمله. المهم انا عملت واكس باترن، اوكي، او عملت حاجه شبه الكراون سواء من واكس او من ريزن، وهاجي على مكنه شبه مكنه خرط المفاتيح. حضرتك شفت المكنه اللي بتعمل مفاتيح ازاي؟ بيبقى عنده المفتاح الاساسي ويجيب جهاز كده او سن حاجه يمشي على شكل المفتاح الاصلي، والناحيه الثانيه واحده زيها بتخرط نفس الشكل. يبقى نفس الفكره هنا، اسمها كابي ميلينج. انا هعمل ميلينج لكابي من اللي هو الواكس باترن بتاعي او الريزن باترن بتاعي. اوكي، اي دي الفكره اهي، دي الماشين فيها حتتين هنا، ده واكس باترن اهوت، وشايف التيب دي بتمشي تقرا شكل الانلي اللي انا عاملها دي. الناحيه الثانيه لما دي بتتحرك في جنبيها هنا بتاع بتخرط بتمشي بنفس الاتجاه اهو، البير هنا اهوت زي ما خرطها اهو، في بتمشي من هنا، يبقى الناحيه الثانيه حاجه ثانيه بتقراها من هنا، يخرط من هنا وهكذا. فبعمل دي نسخه من دي، عشان كده اسمها كابي ميلينج. بالمناسبه الكابي ميلينج ماشينز مش منتشره قوي، يعني هي شركه واحده او شركتين بس اللي بينزلوها دلوقتي. تالت طريقه هيت بريسنج، حاجه شبه الكاستنج. هعمل واكس باترن واحطه جوه مولد، بس مولد بتصنيع بطريقه ثانيه، والمولد ده هنسخنه فالشمع يسيح، اقوم جايب حته سيراميك بنسميها بولت شبه الرصاصه، يعني اسمها رصاصه، بنحطها وبسخن درجات حراره عاليه، فالسيراميك ده البولت بتاعت السيراميك دي بتسيح، اقوم جاي ضاغطها مره واحده، عشان كده اسمه هيت بريسنج. هعمل بريسنج وهي في حراره اهوت، ده شكله اهوت، ده الواكس باترن بتاعي، بجيبه الاول واسخنه فيسيب مكانه فاضي، يعني الحته الزرقاء دي بتكون فاضيه، بجيب السيراميك بولت هنا اهي، اوكي، وفي بلانجر ده اللي هو بيزقها، في بلانجر من هنا بيركب مخصوص، وفي بلانجر تبع المكنه، ما علينا من التفاصيل طبعا. المهم لما بسخن ده كله فتلاقي السيراميك ده بقى سايح كده، اقوم ضاغط البلانجر ده يزق ده فيزق البتاع هنا اهي، ده كروس سيكشن ليه مولد، يعني المولد ما يبقاش كده، احنا قاسمينه بالنص عشان نشرحه لكم. ادي البلانجر هنا اهوت الموجود ده، هو ده، وهنا كان في حته سيراميك بوليت لما ساحت والضغط ده زق جوه فكملت عملت شكل التو كراونز دول. طيب رابع حاجه، حاجه اسمها سليب كاستنج. سليب كاستنج التكنيك ممكن يبقى سخيف شويه عليكم كاندر جراديوتس، بس هنحاول برضو نشرحه. فكرته ايه؟ انا هعمل ضاي، جميل،
الضاي هتبقى بورس شويه يعني، من ماده مش جبس كده، لا بتبقى حاجه اسمها ريفراكتوري ضاي، فتشهد ان هي تمتص ميه. وهعمل عليها سيراميك، هجيب سيراميك كده واخلطه سلاري يعني، محلول مخلوط بالميه. السلاري ده فيه سيراميك اوكي، وهحطها على الريفراكتوري ضاي دي وهدخلها الفرن تتحرق. نتيجه ان هي كان فيها ميه، الميه دي هتتبخر او الضاي هتشربها، المهم الميه مش هتبقى موجوده، فهسيب مكانها فراغات. انا كده عملت سب ستراكشر بورس مخرم يعني، بورس بورس سب ستراكشر. البورس سب ستراكشر ده ما ينفعش نستعمله، ده ضعيف. هعمل له انفلتريشن بجلاس سيراميكس تاني. يبقى انا كده عملت السب ستراكشر على خطوتين اوكي. اول خطوه عملت بورس سب ستراكشر، بعد كده عملت سب ستراكشر انفلتريتد، بعد كده هقوم باني بقى شكل الكراون بتاعي عليه. بص كده، ده البورس سب ستراكشر زي ما حضرتك شايف كده، لو بصينا تحت الميكروسكوب هنلاقي في ده في خرام كتير. البورس سب ستراكشر ده اهو ما ينفعش نستعمله، هقوم عامل ايه؟ عامل له انفلتريشن بجلاس تاني بحيث يبقى دنس، يبقى ده دنس سب ستراكشر، كل ده سب ستراكشر. بعد كده هقوم جايب بقى البورسلين ونبنيه كده عادي شبه التكنيك بتاعت السنترنج اوكي. التكنيك ده اسمه سليب كاستنج وطويل شويه. طيب بيتكلم بقى للتقسيمه اللي ابتدينا نمشي عليها الايام دي. according to crystalline phase، السيراميك بيتكون زي ما قلنا من فيتروس فيز او جلاسي فيز، اللي هي الفيز الامورفوس اللي ما فيش فيها كريستالز، الشفافه الحلوه الجميله الضعيفه. حلو كده. وعندي فيز ثانيه اللي هي كريستالاين فيز، اللي شكلها مش حلو وفيه كريستالات وكده وما بتعديش الضوء بس قويه. اوكي؟ اقدر اتحكم في نسبه الكريستالاين فيز؟ بمنتهى السهوله تتحكم في نسبتها وشكلها وكل حاجه فيها. تقدر تخلي الكريستالاين فيز تتراوح من 35% ل 99%. اوكي؟ خدت بالك من النسبه كبيره ازاي؟ انا بقدر العب في الكلام ده كله. وبالتالي اقدر اعمل ديفرنت ميكانيكال بروبرتيز، اقدر اعمل ديفرنت ترانسوسز اللي انا عايزه. اوكي؟ زي ما قلنا كده كريستالاين نيتشر بتختلف، كريستالز بتختلف في النيتشر بتاعتها والاماونت والسايز والتوزيع بتاعها على حسب البروسيسنج بتاعي. يبقى انا كراجل مصنع اقدر اديك انواع كتيره من السيراميكس. دي التقسيمه بتاعت الدنتال سيراميكس. حاجه اسمها سيليكيت سيراميكس بتتكون من الخمسه دول، وحاجه اسمها بولي كريستالاين بتتكون من حاجتين، جلاس انفلتريتد، ده اللي هو كنا بنتكلم في السليب كاستنج. اوكي، هتلاقي التقسيمتين راكبين على بعض، ان انا بتكلم على حسب الكريستالاين فيز مش على حسب المانيفاكتشرنج. وفي دنسلي سنتر اللي هي الالومنا والزركونيا، دي برضه ممكن تتعمل بسنترنج، تتعمل بكات كام. المهم التقسيمه دي بقت هي المينلي. طبعا انا مش هطلبها منكم، انتوا لسه صغيرين قوي على تقسيمه زي كده. نتكلم بقى في اللي يهمنا، الدنتال بورسلين. ايه هو الدنتال بورسلين؟ ده جزء من السيراميكس، بيتكون مينلي من فلسبار وكولين وسيليكا. الفلسبار ده بقى ده انهايدريتد الومنيوم سيليكيت، تمام كده، الومنيوم سيليكيت انهايدريتد يعني مفيش فيه ميه. جميل، ادي الومنيوم سيليكيت. الومنيوم سيليكيت ده بيكون عباره عن ايه؟ بوتاسيوم الومنيوم سيليكيت وصوديوم الومنيوم سيليكيت. ادي بوتاسيوم الومنيوم سيليكيت، صوديوم الومنيوم سيليكيت. الاستراكشر ده صعب عليكم، عارف يعني، بس عرف لي بس اسمه انهايدريتد الومنيوم سيليكيت بحاجتينه بقى، الانهيدريت ده ممكن يكون بوتاسيوم او صوديوم. جميل كده. لما ده بنسخنه عند درجه حراره 1125 ل 1170 بيبقى جلاسي فيز، جلاسي اللي هو الفيتروس. طيب تاني كومبوزيشن عندي بقى في الليوسايت. الليوسايت ده بقى البوتاسيوم في الاسبار اللي هو رقم واحد اللي قبل ده لسه شارحينه حالا، لما بنخلطه بميتال اوكسايدز وبنسخنه في درجات الحراره عاليه يبتدي يكون لي كريستالز اسمها الليوسايت. الليوسايت عباره عن ايه؟ بوتاسيوم الومنيوم سيليكيت. الكومبوزيشن اختلف برضو شويه عن التاني. اوكي، يبقى ايه الفرق بين الفيلس بار والليوسايت؟ الفيلس بار انهيدريت الومنيوم سيليكيت زي ما قلنا، جلاسي فيز مفيش فيه كريستال لاين. لو سخنته مع ميتال اوكسايدز بيتفاعل معاها يديني شكل الكريستال اللي اسمها الليوسايت. يبقى هما الاثنين تقريبا قريبين من بعض، وده هتشوف انت برضه في الكيميكال كومبوزيشن. طيب الفانكشن بتاعت اللوسايت ايه هي؟ طبعا كريستالز يبقى هتزود سترينث. وليها فانكشن ثانيه بتهمني قوي، ان هو الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن بتاعها عالي، فاقدر اظبط بيه الكوفيشنت بتاع السيراميكس عشان يبقى قريب من الميتال. فاكر في الترم الاولاني لما قلت لك الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن بتوين البورسلين وبتوين الميتال لازم يكون متقارب؟ انا بظبط بقى الكوفيشنت بالليوسايت دي.
تالت حاجه السيليكا، انهي نوع من السيليكا؟ الكوارتز. دي بتسيح عند درجات حراره عاليه، فلما بسخن عند ال 1100 والكلام ده كله بالنسبه للسيليكا دي درجات حراره قليله، فبتفضل زي ما هي remains unchanged during firing process. وبالتالي هي as a fine crystalline dispersion، كريستالات منتشره ما حصل لهاش حاجه unchanged، يبقى هتعمل ايه؟ بيولوجيك كده هتزود السترينث بالظبط كده، act as a strengthening agent. رابع حاجه الكاولين، الكاولين ده اللي هو الطمي، ده ايه هو بقى حضرتك؟ ده هايدريتد الومنيوم سيليكيت. الثاني كان ان هايدريتد، انما ده هايدريت الومنيوم سيليكيت. حلو كده، اللي هو مين؟ الفيلسبار كان ان هايدريتد الومنيوم سيليكيت، انما الكاولين هايدريت الومنيوم سيليكيت. It acts as a binder to mold unfired porcelain. يعني ايه الكلام ده؟ الطينه لو بليتها مش هتبقى معجنه كده، بس هو ده اللي انا عايزينه، عايزين حاجه تشبك الجزيئات البورسلين مع بعض، تخليها متجانسه متناسقه مع بعضها، بحيث تديني البلاستيك ميكس بتاعتي اللي اقدر اشكلها بالفرشه بتاعتي. الكاولين بطلنا نستعمله خلاص في طب الاسنان، احنا ما استعملناهوش غير يمكن سنتين في سنه 1800 وحاجه وخلاص وخلصنا. ليه؟ شايف البلاطه السيراميك دي؟ دي بلاطه سيراميك، انا مصورها لك كده من ظهرها، مش ظهر بلاطه سيراميك بتلاقيه بني. لو حضرتك جبت الطبق بتاع تيتا الصيني زمان وشفته مكسور، مش هتلاقي فيه حته بني من النص؟ هو ده الكاولين. بذمتك ينفع نعمل حشوه زي دي في بق البيشنت بالكاولين الطمي والغامق ده كله؟ لا. احنا خدنا البورسلين من اسمه زمان، ورغم ان كلمه بورسلين لازم فيها كاولين، بس احنا كطب اسنان غيرنا الكاولين ده وابتدينا نستعمل مكانه حاجات تانية، اللي هي مين؟ شوجر وستاش. هات شويه ميه او نشا وباللوم هتلاقيهم معجنين نفس الفكره، يبقى هتأدي نفس وظيفه الكاولين، بس لونهم مختلف عن اللون الغامق الوحش ده. يبقى الدنتال بورسلين بتاعنا هو مش بورسلين، بس احنا ماشيينها الكلمه كده، قال يعني ماشي خلي خلاص سميه بورسلين، مش هنعترض، وكلنا بنتكلم ونقول كلمه بورسلين، بس تبقى حاطط في دماغك ان هي البورسلين ده تسميه مش مظبوطه قوي. رقم خمسه في التركيب الشوجر عند ستاش، حضرتك طبعا هتقول لي ليه بقى؟ ما احنا لسه قايلها ريبليس الكاولين علشان تديني مولد الانفايرد بورسلين، وشكلها احلى بكتير من الطمي اللي كنا بنستعمله اللي هو الكاولين. رقم سته الجلاس موديفايرز اللي هي الميتال ايونز. فكرتها ان انا بحط الميتال دي بتعمل ايه؟ السيليكا ذره السيليكا ليها اربع دراعات شابكه في ذرتين كربون. الفكره في ايه؟ لما بنسخن في درجات الحراره العاليه السيليكا ما بيحصلهاش حاجه. انا عايز اكسر السيليكا دي شويه، عايز اعمل بورسلين يحصل له ميلتنج عند درجه حراره قليله، يبقى سوفت عند درجه حراره قليله. فهعمل ايه؟ هضرب اقوى حاجه فيه اللي هي كانت السيليكا. لما حطينا الميتال ايونز دي لقينا ان الميتال ايونز بتعمل ايه؟ بتيجي تقوم مكسره البوند بتوين السيليكا والاكسجين، يعني الاستراكشر القوي عندك السيليكا ده ابتدى يتكسر، فيعمل ايه؟ يبتدي درجه الحراره تقل عندي. بيقول لك زي انتربت ذا بوند بتوين اوكسجين اند سيليكون اتومز اوف ذا سيليكا، يبقى بتكسر تركيب السيليكا القوي ده تخليه ضعيف، فبالتالي بقلل الميلتنج تمبرتشر. يبقى افكت اوف جلاس موديفاير هتعمل ايه؟ من اسمها لورنج سوفنينج تمبرتشر، اسمها سوفنينج برضو مش سوفتنينج، التي سايلنت. يبقى لورنج سوفنينج تمبرتشر تو برودوس لو فيوزنج بورسلين. يعني كلمه لو فيوزنج بورسلين يعني بورسلين بيحصل له فيوجن، يعني انصهار للبورسلين عند درجه حراره قليله. لو فيوزنج بورسلين، اي ماده بتقلل درجه الانصهار بنسميها فلكس. اوكي، يبقى الميتال جلاس موديفايرز او الميتال اوكسايدز فايدتها انها بتاكت از فلكس. هتزود الثيرمال اكسبانشن. ليه؟ ما حضرتك السيليكا ماشيه ماسكه ومضمه في نفسها جامد، لما كسر البوند بتاعتها خلاص يبقى كده فعيارها فلت، هتفلت معاك فتتمدد بنسبه كبيره. هتزود الفلويديتي اوف بورسن ديورنج فايرنج بايولوجيك برضو. ازاي؟ ما انا لما اكسر الحاجه القويه اللي ماسكه نفسها خلاص الفلو بتاعها هيزيد. ما حضرتك السيليكا دي واقفه كده في النص كده ايه زي الغفير، لا حد يجي يمين ولا حد يجي شمال، ممنوع تتحرك بعيد، فالثيرمال اكسبانشن قليل. ممنوع يحصل لك فلو، ما انا واقف غفير كده مفيش حد يتحرك واحنا في حظر تجول محدش يمشي. طب لو الغفير ده نام شويه على نفسه هيحصل ايه؟ في ناس هتبتدي تخرج بره شويه، ما هو الثيرمال اكسبانشن هي الذرات ابتدت تبعد عن بعض، الفلويديتي بتاعتي هتزيد. حلو، طب انا حبيت القصه دي بقى، قمت ايه؟ زود اكسسيف جلاس موديفايرز. دي حاجه حلوه؟ لا مش حاجه حلوه، اللي يزيد عن حده ينقلب لضده. لما كسر كل الحاجه القويه اللي عندي، كل السيليكا اللي عندي تكسر بنسبه كتيره، يحصل ايه؟ ما هي السيليكا حضرتك دي اللي مديها البوند بتاعتها، مديها القوه بتاعتها، يبقى مش هتقدر تقاوم الكيميكالز. اي حاجه بقى تبتدي تاثر فيها، مش انا في الاول قلت لك ان هي بتقاوم الكيميكالز ومفيش اي اسيد يقدر عليها غير الهيدروفلوريك اسيد اللي هو
اسيد من اقوى الاسيدز اللي موجوده. طيب لما انا اقلل الكيميكال ريزيستنس بقى هيحصل ايه؟ الميه تاثر فيها والاسيدز والالكاليز تاثر فيها، فهيبقى البورسن بتاعك ضعيف ما عندوش كيميكال ريزيستنس عاليه. تاني حاجه هتعمل كريستالاين فيزز فتقلل الترانسلوسنسي. تمام كده؟ يبقى عملت حاجتين وحشين لو اديت اكسسيف جلاس موديفايرز، حاجه في الكيميكال استابيليتي وتاني حاجه في الاستاتكس. سابع حاجه بنحط كالرنج بيجمنتس، ده شكل الشيد بتاع الالوان البورسنز اللي موجوده، شايف فيه كام لون. هنجيب الالوان دي منين؟ عن طريق ان انا بحط كالرنج بيجمنتس، حاجات بتلون. رقم سبعه لانثينايد اوكسايد، اللي هي على فكره عناصر اللانثانيدات اللي كانت موجوده في الجدول الدوري، منها السيريوم اوكسايدز. بنحط الحاجه دي ليه؟ عشان تديني فلوريسنت افكت. يبقى ممكن تقول رقم 8 فلورسنج ايجنت لو اللانثانينايد دي كلمه تقيله عليك. فبنقول ادي السيريوم اوكسايد، عنصر السيريوم من ضمن عناصر اللانثانيدات، فبالتالي يديك الفلورسنس افكت. ده شكل سنه وده شكل نوع من انواع السيراميكس. عامل دعايه لنفسه بيقول لك شايف احنا الاثنين نفس الفلورسنس بتاعي. طبعا عارفين الفلورسنس افكت اتكلمنا عليه في الكومبوزيت قبل كده. المانيفاكتشرنج بقى، الراجل في المصنع بيصنع ازاي البورسلين؟ الراجل بيصنع البورسلين ازاي عشان يديك البودر بتاع البورسلين؟ اول حاجه بيلم الانجريدينتس اللي احنا قلناها السبعه ثمانيه دول، يحطهم في كروسيبل في حله ويسخنهم، وهم خلاص حصل البايروكيميكال رياكشن بتاعي واتفاعلوا مع بعض وكونت اليوسايت وكونت ما اعرفش ايه والكلام ده كله، يوم جاي مبرده مره واحده. ليه برضو مره واحده يعمل لها كوينشنج؟ ليه؟ علشان يكسرها. لو حضرتك في طبق بايركس في فرن سخن وطلع من الفرن سخن وحطيته على حاجه ساقعه على حاجه ميه، هتلاقيه طرشق معاك. الكوبايه بتاعتك لو هي سخنه وسخنتها وجيت حطيت عليها ميه مره واحده تلاقيها اتكسرت. اوكي؟ التكسير ده بيخليها مفرفته، يعملها فرافيت، عشان كده العمليه اسمها فريتنج. اوكي؟ بنكسره خلاص، يوم المعمل جايب منخل غربال ويبتدي يطحنهم وينعمهم ويخليهم مظبطهم كده، ويبيع لك البورسلين في شكل البودر اللي حضرتك شايفه ده. بودر اهو. بنجيب الفرشه دي ونبتدي نشكل بيها البورسلين بودر بتاعي. البودر بيتكون من حاجتين، من فيتراس فيز اللي هي الجلاسي فيز، اللي هي الفيز الامورفوس اللي بتعدي الضوء، الاستاتكس بتاعتها حلوه والميكانيكال بروبرتيز بتاعتها ضعيفه. والفيز الثانيه الكريستالاين فيز اللي هي فيها سيليكا فيها اليوسايت وكل الحاجات دي كريستالاين، وفي اذر ميتالز اوكسايدز وحاجات كتيره قوي اللي هي التقسيمه بتاعت الجلاس سيراميكس انتوا لسه صغيرين عليها. طيب عايز بقى انا في المصنع اصنع بورسلين كراون، هعمل ايه؟ اول حاجه هعمل بورسلين بيست. البيست اللي انا هعمل البيست نفسها اللي هشكل بيها. الراجل اداني البورسلين في شكل بودره، انا اشتريته من المصنع في شكل بودره، انا كفني معمل دلوقتي مش كدكتور اسنان او دكتور اسنان شغال في المعمل. هعمل ايه؟ هجيب البودره دي واخلطها بشويه ديستلد ووتر. معلش احنا نقول ديستلد ووتر بس لو عايز الحقيقه لا، هي الشركه بتديك حاجه مخصوصه كده عشان تبقى احسن شويه من ديستلد ووتر. المهم ميكس بنخلط بيه، هنقول ووتر ونعمل كريمي ميكس. حط الباودر على الميه تديك معجون كريمي كده. الكريمي ميكس ده بشكل بيه الحشوه بالشكل اللي انا عايزه. هشكلها على ايه؟ يا اما على الداي اللي هي الكاست، بس لما يبقى سنه واحده بنسميها داي، يا اما على ميتال سب ستراكشر. بص معايا كده، ادي الباودر حطيت له الميه بتاعته، زي ما بقول لك كده هي مش ديستلد ووتر، هي بتكون ميه مخصوصه ليه. ده الميتال سب ستراكشر اهوت، يعني انا عملت بورسن، هعمل هنا بورسن فيوست ميتال، فهجيب الكريمي ميكس ده وبغطي بيه الميتال بتاعي. هنا عملت على الداي على طول، يعني هنا مفيش ميتال على طول، لا هنا على الداي اشتغلت على طول عشان ده هيبقى اول سيراميك كراون. تاني حاجه، لما بنحط الباودر كده، هو الباودر مخلوط بميه، لازم اعمل له حاجه اسمها كومباكشن او كوندنسيشن. ليه؟ عشان عايز اتخلص من الاكسس ووتر اللي عندي. الميه دي مش حلوه، انا بقول لك هحرق البورسلين عند 1000 وشويه او 800 حتى، بلاش 1000 وشويه، ما هي عند 800 دي الميه هتتبخر. لو الميه اتبخرت وحجمها كتير اكيد هتسيب لي بروزتي وحاله البورسلين تبقى ضعيفه، فقدر الامكان بحاول اتخلص من الميه. سؤال الكومباكشن مهم ويجي لك شورت اكاونت. ايه الميثودز بتاعت الكومباكشن بقى؟ ثلاث حاجات. اول حاجه هنجيب هنعمل مايلد فايبريشن. لما تيجي تخبط على البورسلين الباودر اللي معمول له اللي محطوط على الداي بتاعتك او على الميتال سبستراكشر، بتخبط عليه كده فالاكسس ميه تطلع بره. حضرتك تقوم جايب كلين تيشو، يعني منديل نظيف، وتشفط بيه الميه دي. ده الكومباكشن بيتعمل كده. ادي الكراون واحنا بنبنيه.
بيبقى لونه روز كده، علشان ده حضرتك الليكويد المعمل جايبه لك بيبقى لونه روز. تبتدي تخبط بالانسترومنت جي على الانسترومنت جي، فتلاقي الميه ابتدت تطلع. دي اول طريقه اللي هي مين الكومباكشن. تاني طريقه اللي هي السباتيولا، بنجيب سباتيولا كده وببتدي او ممشيها على سطح البورسن، فتلاقي الاكسس ووتر ابتدت تطلع كابيلري اكشن، ما علينا من الفيزيكس بتاعتها. المهم لو مشيت سباتيولا عليها كده اسمها سباتيوليشن ميثود برضو، هيحصل ايه؟ الاكسس ووتر هتطلع، وتجيب منديل وتبتدي تشفط بيه الاكسس ووتر. تالت طريقه هتجيب دراي باودر، تجيب الدراي باودر وتحطه على البورسلين من فوق، هتلاقيه شفط الميه بالكابيلري اتراكشن بالطريقه بتاعتك. اوكي، يبقى في كام طريقه؟ ثلاثه مهمين تعرفهم لي. اول حاجه فايبريشن، ثاني حاجه تمشي سباتولا، ثالث حاجه اد دراي باودر. ثالث حاجه خلاص انا كده ظبطت الكراون بتاعي وهعمل له فايرنج، هحرقه. اوكي، اتس ا بروس اوف سنترينج بورسلين باودر بارتكلز. الفكره هنعمل ايه؟ هنجيب الكتريك اوفن، اوفن يعني فرن، بيتحكم بالحراره، عشان كده بقول لك بايروميتر، بايرو يعني حراره وميتر يعني مقياس، يبقى جهاز بيتحكم في درجات الحراره. البورسلين لازم بيتسخن بترتيب احداث محدد، ما ينفعش نرفع الحراره بسرعه ولا نقللها بسرعه، لا ليها تايم لازم يبقى مظبوط معايا. ده احد ضمن جهاز بورسلين من ضمن اجهزه كتير. الفايرنج ممكن يبقى اندر فاكيوم، يعني الجهاز ده لما بنقفل كده بيقوم هو لوحده ساحب الهواء وابتدي يسخن الحراره بتاعتي. في الاول البورسلين بنسخنه بالراحه، ليه؟ عشان اتاكد ان الميه ابتدت تتبخر معايا وتديني مولدبل ماس، ليه الميه حطيتها؟ عشان تديني مولدبل ماس اللي هي القابله للتشكيل، ما انا مش هعرف احط باودر فوق بعضه، لا لازم عجينه عشان تديني العجينه، مين اللي بيديني العجينه؟ الميه. بعد كده التمبريتشر ابتدي نرفعها لحد ما اوصل للسنترنج بتاعت البورسلين عشان يديني كومباكت نون بورس ماس. رابع مرحله الجليزنج اللي هي التلميع، شكل البورسلين بنحبه يبقى ايه؟ لامع. ودي اهم ميزه في البورسلين انك بتوصل لمرحله الجليزنج دي اللي هو المرحله اللامعه. السطح فيري سموث، لما السطح يبقى سموث يبقى هيزود لك الاستاتكس. وتاني حاجه هيزود لك الاسترنس ازاي؟ ان هو مش هيخلي فيه سيرفيس كراكس. مش احنا متفقين ان سطح الازاز لو ناعم مفيش حاجه هتكسره. طب لو سطح الازاز فيه شرخ، هتلاقي الشرخ ابتدى ينكسر ويكمل في الماتيريال اللي هي كراك، وكراك بروبجيشن قلناها في الماتيريال 1. الجليزنج اهو بنحط طبقه الجليز من بره ونبتدي ندخلها الفرن تاني. في نوعين من الجليزنج والحته دي برده مهمه، حاجه اسمها سيلف جليز. ايه هو سيلف جليز؟ لما بجيب البورسلين وبحرقه هو ذات نفسه بيقفل على نفسه مع نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عند درجات الحراره عاليه هيحصل ايه؟ هتلاقي البورسلين ساح، ساح يعني ايه؟ هيحصل له فلو، هيبتدي يحصل له فلو على نفسه، فاي كراك موجود هيقفله من نفسه، ده اسمه السيلف جليز. اللي هو بتسميه بايروبلاستيك فلو، يعني هيحصل فلو في درجات الحراره العاليه. في حاجه ثانيه بنحط ابلايد جليز، الجليز ده لو فيوزنج تمبرتشر بورسلين، يعني البورسلين بيحصل له فيوزنج عند درجه حراره قليله. يعني البورسلين اللي انا بنيت بيه ده مثلا كنت بحرقه عند كام؟ عند 1000 درجه. لا، لما هاجي اعمل الجليز احط الجليز اللي بيسيح عند 850 درجه اللي هو اللو فيوزنج، فيبقى البورسلين اللي كون الريستوريشن نفسها درجات حرارته عاليه فمش هيسيح. يعني لما اوصل ل 800 هو كويس زي ما هو، مش هيحصل له ديفورميشن ولا حاجه. مين اللي هيحصل له فلو؟ الجليز بس، الطبقه الخارجيه الخفيفه اللي بره دي. طيب سؤال بقى تسالهولي، مين الاحسن السيلف جليز ولا الابلايد جليز؟ هقول لك احنا ازاي عملنا الابلايد جليز. انا قلت لك قبل كده الابلايد جليز ده بورسلين زودت له ميتال اوكسايدز كتير، فاكر الميتال الجلاس موديفايرز؟ قلت لك لو نسبتها زادت هتقلل الفيوزنج تمبرتشر بتاعت البورسلين. اوكي، وقلت لك كان في عيب تاني ان هي بيقلل الكيميكال ستابيليتي بتاعتها، قوتها ان هي تستحمل الكيميكالز، مقاومتها للكيميكالز بتبقى قليله. يبقى مين الاقوى؟ السيلف جليز، لان السيلف جليز ده بيبقى البورسلين نفسه اللي هو بيسيح عند درجات حراره اعلى شويه من الابلايد جليز، يبقى السيلف جليز مور بريفيرد. ويجي لك سؤال جيف ريزون ليه؟ علشان مقاومته للكيميكال ريزيستنس اعلى من الابلايد جليز. الابلايد جليز عنده ليس كيميكال ريزيستنس، ليه ليس كيميكال ريزيستنس؟ علشان هو فيه مور جلاس موديفايرز. طيب لما نيجي نبرد بقى، نبرد مره واحده؟ لا 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 طبعا، تسيبه يبرد بالراحه، هتلاقي الفرن نفسه بتلاقي درجه حراره بتنزل وهو الفرن قافل ما بيفتحلكش حتى انك تلمسه، ويسيبه ينزل 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 لحد ما ينزل درجه حراره قليله تلاقي الفرن فتح لوحده. بورسلين شود بي كولد سلولي بالراحه، ليه؟ تو افويد سيرفيس كراكلينج، عشان ما السطح بتاعه ما يحصلش فيه كراكس او كريزنج شروخات، نفس الفكره.
اللي هي حاجه بنسميها ثيرمال شوك. يبقى البورسلين بنسيبه يبرد سلولي كولينج. مين اللي كان بيبرد بسرعه؟ الراجل في المصنع، عشان كان عايز يكسره علشان يعمله لك بودر يبيعه لك. انما حضرتك في المعمل بتاعك لا، بتبرد بالراحه. طيب نتكلم بقى للكلاسيفيكيشن بتاعت الدنتال بورسلين. في تقسيم احنا جينا عليها كده سريعا، اللي هي اكوردنج تو فيوجن تمبرشر، على درجه الحراره. في عندي حاجه اسمها هاي فيوجن، ميديوم فيوجن، لو فيوزنج، والترا لو فيوزنج. الهاي فيوزنج عند درجه حراره كام؟ 1300. انزل 200 درجه بقى الميديوم، من 1100 ل 1300. الاثنين دول بنعمل بيهم الدنشر تيس، سنان البورسلين اللي بنحطها على الطقم الكامل بتاع جده عايز يعمل طقم، عايزين نركب له سنان شكلها حلو، فبنحط له البورسلين تيس، مش السنان بتاعت الكراون وبريدج. امال الكراون وبريدج دول اللي هم مين؟ اللو والالترا لو، من 1100 ل 850، وهنا اقل من 850. اوكي، يبقى دول الميديوم سوري اللو والالترا لو لمين؟ للكراون اند بريدج كونستراكشن. وطبعا ده مش محتاج اقول لك ان ده مين، ده الابلايد جليز. طيب على حسب الترانسوس ممكن اقسمها لايه؟ ممكن اقسمها لانامل وبادي واوبيك، هنتكلم على كل واحد فيهم بالتفصيل. ده شكل الكراون، بيبقى فيه ميتال سبستراكشر من تحت اهو الاسود ده، بنحطه فوقيه اوبيك لاير، بعد كده بنحط بادي لاير، بعد كده بنحط انامل لاير. كلمني عليهم واحده واحده. اول حاجه الاوبيك او اسمه الثاني كور، وتحفظ لي الاسمين، هتلاقيني مره بتكلم لك بده ومره بتكلم بده. فاكر حضرتك في البورسلين جاكيت كراون لسه موريك صورته ده، قلت لك فيه ايه؟ قلت لك فيه ميتال سبستراكشر، والبورسلين المفروض ان هو ترانسلوسنت. لو حطيت بورسلين ترانسلوسنت ووراه حاجه معدن، ايه اللي هيبان؟ لون المعدن. يبقى ما ينفعش خالص. فالاوبيك بورسلين او الكور بورسلين ليه هدف اساسي جدا في حاله البورسلين فيوز تو ميتال، ان هو يعمل ماسك للكلر بتاع الميتال. يبقى لو هعمل بورسلين فيوز تو ميتال، الغرض الاساسي بتاعه انه يعمل ماسكينج للميتال سبستراكشر، يغطي لي شكل الميتال، ما يبينليش الميتال. اوكي، طب لو انا هعمل اورسلامك كراون اللي هو بورسلين جاكيت كراون، يعني الكراون كله بورسلين، وظيفته ان هو لازم يبقى طف، الاسترنس بتاعه يبقى عالي. ليه؟ عشان يؤدي دور شبيه بدور الميتال. ما هو الميتال كان احنا ليه حطينا اصلا بورسلين فيستو ميتال؟ قلت لك عشان الميتال ده قوي طف وسترونج والكلام زي كله. فيبقى انا لو هستعمل بورسلين جاكيت كراون، يبقى لازم السبستراكشر بتاعي اللي هو الجزء الاساسي بتاعي ده، اللي هو الكور بورسلين او الاوبيك بورسلين، يبقى الاسترنس بتاعه عالي. يبقى في حاله البورسلين جاكيت كراون هيديني استرنس، انما في حاله البورسلين فيستو ميتال لازم يعمل ماسك للكلر بتاع الميتال. ادي الميتال اهو، شايف لونه ازاي؟ دي اول لاير حطيناها من الاوبيك، ما عملتش حاجه، فبنحط لاير ثانيه. كده حضرتك شايف اي شادو للميتال؟ لا خلاص، كده انا عملت ماسكينج للميتال كلر. طيب ثاني واحد بقى اللي هو الدنتين او البادي. من اسمه هو مين اكتر ستراكشر في السنه؟ السنه ايه اغلبها متكونه من دنتين، فقلنا لما نيجي نعمل الكراون هنشحت الاسم نستلف اللي هو الدنتين بورسلين او بادي بورسلين. ده الترانسوسس بتاعته اعلى من الاوبيك طبعا، وهو بيديني البالك بتاعت الريستوريشن. في الاخر خالص بنحط عليه انامل بورسلين، ده الموست ترانسلوسنت، الترانسوسس بتاعته عاليه جدا، وبنحط بيه بقى الحاجات الاستاتيك زي الانسايز الايدج او الكاسب تيب اللي هبنيها، الحاجات دي بتبقى من انامل بورسلين. ادي البادي بورسلين، شايف لونه بينك ازاي؟ وبترسم بيه الكلام ده كله، ده حتى كمان شايف رسم لك ماميلونز ازاي؟ بعد كده عرفت ليه بيخلي لك ده لون مختلف عن التاني؟ عشان تشوف الكونتراست بينهم وانت شغال. ده بقى الابيض ده اللي هو الانامل بورسلين، بنحطه كده وبعد كده نحرق الاثنين مع بعض، ده كده قبل ما يحصل لهم فايرنج، اوكي؟ خصائص البورسلين بقى نتكلم عليهم. البورسلين لما بنيجي نعمل له فايرنج بيحصل له شرينكج طبيعي. ليه؟ أنا قلت لك في شوية مية فقدناها. تاني حاجة قلت لك البارتكلز بتقرب من بعضها، ما هتقرب من بعضها عشان تبقى وان ماس، فيها شوية بروسي هنتبخر ونخلص منها. لما البارتكلز تقرب من بعضها يحصل شرينكج. عشان كده حضرتك لما بنيجي نعمل البورسلين كراون بنعمله أوفر بيلد بنسبة. الشرينكج نسبته قد إيه أصلاً؟ من 28 ل 34%. أوكي؟ يبقى البورسلين هيكش بنسبة كام؟ من 28 ل 34% تقريباً. 30% زود 2 قلل 4، زود 4 قلل 2، اوكي؟ يبقى تقريبا نسبة كبيرة مش حاجة قليلة. طيب أسبابه إيه هو؟ أول حاجة لوس أوف ووتر، فقدت الووتر. تاني حاجة لوس أوف بايندر، مش أنا قلت لك بنحط بايندر اللي هو ستارش وشوجر؟ ما دي مش هتستحمل درجات حرارة عالية، دي هتروح في الضياع. ومش أنا قلت لك البارتكلز بينها وبين بعض فويز هتتبخر؟ نفس الفكرة، يبقى التلاتة دول فقدت حاجات أساسية.
ورابع حاجه بقى الثيرمال شرينكج اللي هو ايه؟ مش انا بحرق البورسلين بقول لك عن 800 و1000 وحاجات زي كده، لما اجي انزل لدرجه حراره الاوضه هيكش مع اي ماده بنبردها بتكش، ده اسمه ثيرمال شرينكج. اوكي؟ يبقى في اربع اسباب للشرينكج اون فايرنج اللي ممكن يجي لك شورت اكونت جيفن اكونت على شرينكج اون فايرنج. طيب ازاي اتغلب بقى على الشرينكج ده؟ اعمل بروبر كومباكشن. فاكر الكومباكشن لما قلت لك نتخلص من الاكسس ووتر؟ حاول انت بنفسك ترمي الووتر كله، اتخلص من اقوى اكبر كميه من الووتر بحيث لما يكش ما يكشش كتير. تاني حاجه اعمل اوفر بيلدنج للاستريشن 13%، يعني خلي حجم الماده حجم الكراون اكبر 13%، يعني لا نسبه مش قليله برضه 13%، لما يبقى اوفر بيلدنج كده ويرجع يكش فيرجع للشكل التاني بتاعه الطبيعي. تالت حاجه اعمل انكريمنتال بيلدنج اوف ريستوريشن، يعني اعمل حبه بورسلين واحرقهم وارجع زود تاني واحرقهم، يبقى انت عندك مش هيكش ال 28% مره واحده، لا هيكشهم على كل مره على كذا مره، والمره اللي بيكشها حضرتك بتعوضها باللاير اللي بعديها اللي بتحطها. بس هنا في معلومه برضو تخلي بالك منها، ما بنحبش فايرنج كتير للبورسلين. البورسلين لو عملت له فايرنج كتير هيحصل عمليه الجيفيتريفيكيشن، هيتكون فيه كريستالات يبقى شكله اوبيك، شكله مش هيبقى حلو ساعتها. رابع حاجه استعمل بورسلين باودر ويز ديفرنت بارتكل سايز. يعني ايه؟ تخيل كده لو انا جبت كور كبيره وحطيتها جنب بعض مش هيبقى فيه في النص مسافات؟ طب لو انا جبت كور كبيره وكور صغيره وحطيتهم هيحصل ايه؟ الكور الصغيره هتشغل المسافات اللي موجوده بين الكور الكبيره، يبقى لما استعمل بورسلين باودر في ديفرنت بارتكل سايز الصغيره تحشر نفسها في المسافات اللي في النص دي، وبالتالي مش هيبقى فيه فراغات، الفراغات بتاعتي هتقل. تاني حاجه البروزتي بقى، اي سنتر دي سيراميك في الغالب هيبقى فيه نسبه من البروستي. البروستي زي ما متفقين هتقلل حاجتين، هتقلل سترينث وتقلل ترانسلوسنسي. ازاي اقلل البروستي؟ سؤال بروستي برضو ممكن يجيلك شورت اكونت. اعمل بروبر كومباكشن برضو، ما هي البروستي ممكن تبقى موجوده نتيجه الميه، يبقى هعمل كومباكشن هيشيل الميه فبالتالي اقلل البروستي. استعمل بورسلين باودر ويز ديفرنت بارتكل سايز، نفس الفكره اللي قلت لك بتاعت الكور الصغنطوطه هتحشر نفسها في النص. التالت حاجة اعمل فايرنج اندر فاكيوم، اللي بنحرق دلوقتي اغلب الافران اللي موجودة دلوقتي اندر فاكيوم، ليه؟ تشفط الهواء، ما لو شفطت الهواء هتخلي البارتكلز تلزق على بعضها مش هتخلي فيها هواء اصلا عشان يعمل بروزن. تالت حاجة الكيميكال بروبرتيز، زي ما قلنا قبل كده عنده هاي كيميكال ريزيستنس اجينست كيميكالز. مين الاستاذ اللي بيأثر فيه؟ الهيدروفلوريك اسيد، واحفظ لي هيدروفلوريك اسيد زي اسم حضرتك بعد اذن حضرتك عشان ده هيجي لك ام سي كيو. الميكانيكال بروبرتيز زي ما قلنا هو بريتل ماتيريال، يستحمل كومبريشن ما يستحملش تنشن، وعنده هاي هاردنس، الهاردنس بتاعه عالي. الاوبتيكال بروبرتيز عنده جود اوبتيكال بروبرتيز، بتعمل اكسلنت ماتشنج وذ ناتشورال تيس. لا حضرتك الستاتكس هنا بنتكلم في ليفل عالي قوي، اعلى من الكومبوزيت بكتير، بنحب قوي احنا كدكاتره اسنان السيراميكس، بيديني مميزات كويسه جدا. والفلورسنت افكت، لا دلوقتي بنحط فيه فلورسنت افكت وبيقارب السنه بدرجات كبيره. خلي بالك زي ما قلت لك قبل كده ما تعملش مالتيبل فايرنج، دي مش حاجه حلوه، عشان هيعمل ديفيتريفيكيشن هيديك كريستالاين فيزز كتيره، ودي هتزود الاوباس يعني هتقلل الاستاتكس. البيولوجيكال بروبرتيز هو كيميكالي انرت زي ما اتفقنا، مفيش حاجه بتاثر فيه تقريبا جوه التيشو فلويدز، يعني الانسجه اللي بناكلها اكيد احنا مش هناكل احماض، يعني مش هناكل هيدروفلوريك اسيد لو كان ده نتكل على الله فيها، فمش مفيش حاجه هتاثر عليه. بعد اذن حضرتك السطح بتاعك يبقى هايلي جليزد، ان شاء الله لما تخش العياده كده وتيجي تسلم حاله الكراون بتاعك لو قلت فيها حته عاليه حضرتك بتشيلها، تلاقي الدكتور يقول لك ايه لو سمحت وريني المعمل يعمل له جليزنج، اللي هيقول لك يجلزه. ليه يعمل جليزنج؟ عشان تخلي السطح بتاعك سموس، عشان ما يحوش بكتيريا وما يتكسرش معاك بالكراك بروباجيشن. البورسن جاكيت كراونز للاسف عشان اعمله بنبرد كتير من السنه عشان الماده بريتل، فلازم تاخد ثيكنس. الهاردنس بتاعها عالي، ممكن تعمل وير للاوبوزنج ناتشورال تيس. طبعا الكلام ده في البورسنز القديم، دلوقتي الحاجات اللي طالعه جديد الريدكشن بتاعي السكنس بيقل والهاردنس بتاعي ظبطناه بحيث انه بقى قريب من الانامل بتاع السنه. بس حاجتين برضو لازم نقولهم ليكو كاندر جرادوس، احنا بنتكلم على الكلاسيك بورسن، انما انا بقول لك في الشغل دلوقتي لا ما تقلقش الدنيا مشاكل دي ابتدينا نحلها. طيب سؤال بقى مهم، ازاي نعمل سترينسنج للسيراميكس؟ السيراميك زي ما قلنا ان هي بريتل سهل ان هي تتكسر، طيب انا عايز اقويها بقى. دي اكتبها لي على ورقه كده علشان لما نيجي نشرح هتلاقي نفسك ان ما تلخبطش فيهم. اول حاجه ديزايننج اوف ذا ريستوريشن، يعني ايه؟ الديزاين بتاع الريستوريشن لو سمحت الريستوريشن ما يبقاش فيها اي ستريس كونسنتريشن فاكتورز زي شارب لاين انجلز، زي تغير السيكنس بتاع البورسن مره واحده، ما هي اي حاجه شارب
هتخلي البورسلين يحصل ستريس كونسنتريشن في الحته دي ويتكسر. انا مش عايز دي. البورسلين ما يغيرش السمك بتاعه مره واحده، يعني ما يبقاش مثلا تخين 2 مللي ومره واحده يبقى نص مللي، لا يبقى تدريجي 2 مللي 1.8 1.7 1.6 وهكذا. ما تعملش سادن كولينج زي ما قلنا، حاول تقلل البروزيتيز، اديله السيكنس بتاعه، كل الكلام ده. دي اول طريقه. تاني طريقه ريديوس سيرفيس فلوز، انا عايز السطح بتاع البورس ما يبقاش فيه اي كراكس خالص. لو ما فيش فيه كراك فما فيش كراك هينتشر، انا قفلت الكراك بتاعي، يبقى اي سيرفيس فلو او كراكس بتعتبر كستريس كونسنتريشن فاكتورز فعايزين نقفلها. عرفت ليه قلت لك لازم تعمل جليزنج للسيراميكس؟ الجليزنج بيقفل اوبليتريت، يعني بيمحي بيزيل تماما اي سيرفيس فلو موجوده، وبالتالي هزود السترينث بتاعي. تالت طريقه بقى، في كراك ابتدى يحصل عايز اتدخل معاه، انتربشن يعني هعمل له ازعاج، هتداخل مع الكراك بروباجيشن في الماتيريال عن طريق حاجتين. حاجه اسمها ديسبرشن سترينثنينج، يعني من اسمها ديسبرشن يعني احط سبيرسد فيز، هجيب حاجات كده وارميها جوه الجلاسي فيز الضعيفه دي اللي هي الكريستالز. لما احط كريستالز جوه الجلاسي فيز يبقى انا كده بقويها، يبقى الكريستالاين فيز از ديسبرسد انسايد ذا جلاسي ماتريكس زي ما احنا متفقين قبل كده. لما ازود الكريستالاين فيز وقلت لك الكلمه دي قبل كده، هتحسن الميكانيكال بروبرتيز، اه بس هيبقى على حساب مين؟ الاستاتكس. برافو عليك، على حساب الترانسلوسنسي. الكريستالاين فيز بتانتربت الكراك ازاي؟ بتعمل حاجه اسمها كراك ديفليكشن. ديفليكشن يعني يلف حوالين. ادي حضرتك الكراك ماشي اهو، وادي عندي كريستالاين فيز في النص. الكراك لما يجي يمشي، لو الحاجات دي مش موجوده هيمشي ازاي؟ زي السكينه في الحلاوه كده، انما هيقدر يلف لو في بقى الفيزز دي هيقدر كده؟ لا، لازم يلف حواليها. عمل كراك ديفليكشن، ديفليكشن يعني غير له اتجاهه. ادي غير اتجاهه مره، غيرها له اثنين وهكذا، طول ما هو الكراك ماشي هنا لما يخش عليها ومغير اتجاهه في الناحيه الثالثه وهكذا. تغيير اتجاه الكراك ده يعتبر سترينثنج ميثود. ازاي؟ عشان عن طريق ان انا حطيت ديسبيرسد فيز قويه، اللي عشان كده اسمه ديسبيرشن سترينثنج. ودي اسمها كراك ديفليكشن، بخلي الكراك يحصل له ديفليكشن. طيب الطريقه الثانيه ايه هي بقى؟ هعمل ترانسفورميشن توفنينج. فكرته في ايه الكلام ده؟ مش الكراك بينتشر، الكراك عباره عن انرجي. ففي ماده اسمها زيركونيا، الماده بتاعت الزيركونيا دي لقينا ان هي ليها كذا كريستالاين فورم، ما علينا من تفاصيل القصه دي طبعا انتوا صغيرين عليها، بس الفيز دي لو انا ثبتت الفيز حجمها صغنطوط وقدرت اجيب لها انرجي فهتتحول من حجم الصغنطوط للحجم الكبير. جميل؟ لما حجمها يكبر يعمل ايه؟ يعمل حاجه اسمها كراك هيلينج، هشرح لك على الصوره. اجي حضرتك كريستالات زيركونيا، الشكل السداسي ده انا رمزت بيه للزيركونيا، خلاص؟ الزيركونيا الصغنطوطه اسمها سمول تتراجونال زيركونيا، خلاص؟ حجمها صغنطوط. لما تتعرض لستريس، ادي الكراك ماشي اهو، يحصل ايه؟ تكبر. تتحول من الحجم الصغير ده للحجم الكبير. لارج مونوليثيك، لارج مونوكلينيك زيركونيا. يبقى الزيركونيا فيها تو فورمز، فورم صغنطوطه وفورم كبيره. الفورم الصغنطوطه تتحول للكبيره امتى؟ لما يجي لها ستريس. حلو كده؟ طيب الاستريس او انرجي اللي هي من الكراك، الكراك بيمشي بانرجي. الانرجي هتخبط في الزيركونيا كريستالز دي الصغنطوطه تخليها تكبر. طيب اجي واحده كبرت هنا وواحده كبرت هنا، لما تكبر هتعمل ايه؟ هتزق في الاتجاه الاسهم الصفراء دي، لما تزق كده ده عمل ايه في الكراك؟ قفلت الكراك بس خلاص. عشان كده اسمه كراك هيلينج، هيلينج يعني بيخف. كان في عندك كراك والكراك اختفى خلاص، خف الحمد لله. اوكي؟ يبقى مين المسؤول عن الكراك هيلينج؟ هو الزيركونيا. عشان كده لو حضرتك ارجع معايا للموديفيكيشنز بتاعت الجلاس ايونيمر في شابتر السيمنت، قلت لك ايه؟ زيركونيا موديفايد جلاس ايونيمر، حطينا فيه بارتكل زيركونيا عشان القصه دي، وقلت لك هناك التفنس بتاعه عالي ليه؟ عشان نفس الفكره دي كلها. اوكي؟ طيب رابع طريقه بقى، ديفلوبمنت اوف ريزيدوال كومبرسيف ستريسز ويزن ذا سيرفيس اوف ذا ماتيريال. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ هات ورقه واعمل فيها شرخ من فوق، حلو كده؟ شد الورقه هتتقطع. طيب هات ورقه ثانيه اعمل فيها شرخ من فوق، بس قبل ما تشدها طبقها شويه، اعمل لها كومبريشن. كومبريشن يعني ضغط. حاول تفتحها، هتلاقي نفسك عشان تقطع الورقه انت محتاج وقت اكتر وانرجي اكتر. ليه؟ عشان سطح الماده بقى مكرمش. نفس الفكره عندي، لو انا عملت كومبريسيف ستريسز ريزيديوال يعني بزياده يعني كومبريسيف ستريس متبقيه بزياده على السطح. اوكي؟ لو عملت سطح الماده خليته جواه كومبريسيف ستريسز، فلو كراك جاي الكراك لازم الاول يعادل الكومبريسيف ستريسز دي، بعد كده ينتشر في الماده. زي الورقه المطبقه، عشان تقطعها هتعمل ايه؟ لازم تفك الكرمشه بتاعتها الاول وبعد كده تبتدي تقطع معاك. اجي الايون اكسشينج اهو،
اول طريقه. يعني ايون اكستشينج، اكستشينج يعني تبادل، غير هنغير ايونات. هنعمل ايه؟ هنجيب ذرات الصوديوم الصغنطوطه نغيرها بذرات بوتاسيوم كبيره. مش الصوديوم اصغر من البوتاسيوم، شوفوا العدد الذري ده كام وده العدد ده كام، ده اصغر، الصوديوم صغير. هنا هنخرج شويه صوديوم وندخل شويه بوتاسيوم اهو. حصل ايه في السطح؟ شاف السطح هنا كان ماشي تقريبا مفيش فيه كرمشه ازاي؟ لما شلت ذره وحطيت ذره حصل ايه؟ شاف السطح بقى متكعبل ازاي؟ تخيل في كراك هنا هينتشر؟ لا، عشان الكراك ينتشر لازم السطح ده يتفرد، يعني محتاج انرجي اعلى. انا بتكلم في حاجات بالمايكرون، يعني حضرتك مخك ما يصورلكش ان سطح الماده هيبقى رف، لا 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 خالص. انا بتكلم في حجم ذره، انا بقول لك بغير كام رو من الاتومز، اوكي، بغير بشيل الايونز بتاعت الصوديوم واحط الايونز بتاعت البوتاسيوم. حجم ذرات البوتاسيوم اكبر من الصوديوم فيعمل لي شكل الزحمه ده. تاني حاجه الثيرمال تمبرنج. هنعمل ايه في قصه الثيرمال تمبرنج دي؟ دي معموله برضو في الازاز السكيوري اللي هو ازاز المحلات. شفت ازاز المحلات بيتكسر بسهوله او ازاز العربيات بيتكسر بسهوله؟ لا، صعب يتكسر عشان معمول التمبرنج ده. فكرتها ايه؟ انا هجيب الجلاس وهبرده بسرعه بس على السطح الخارجي بتاعه. جميل؟ فيبقى عندي سطح خارجي هارد وسطح داخلي سوفت. الكور بتاعي، القلب بتاعي هيبقى سوفت، والسطح الخارجي بره هيبقى هارد. واسيبه بعد كده يبرد بالراحه. هيحصل ايه؟ السطح الخارجي اللي برد كش، ماليش دعوه بيه. انا بتكلم في القلب دلوقتي. القلب دلوقتي لما يجي كش هيعمل، لما يجي يبرد هيعمل ايه؟ هيكش. لما يجي كش هيشد السطح الخارجي عليه يخليه ينكمش اكتر، يبقى جواه ريزيدوال كومبريسيف ستريسز. جميل؟ ما هو اللي بره لما بردته الاول وكش الاول خلاص مش هيكش تاني، ما هو اللي بيبرد اللي بيتجمد بيكش وخلاص. انا خليت التريك عندي هنا في ان انا خليت جزئين، جزء خارجي نشف فكش والجزء الداخلي لسه طري، وهعتمد على ان الجزء الداخلي لما يكش يقوم شادد السطح الخارجي اللي هو كش قبل كده عليه فيخليه اندر ريزيدوال كومبريسيف ستريسز. ثالث حاجه ثيرمال كومباتيبلتي، احنا قلناها قبل كده. في حاله البورسن فيوستو ميتال خلي في عندك سلايت ميس ماتش بتوين الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن بتوين الميتالز وبتوين البورسلين. الميتال الكوفيشنت اعلى سنه فيكش شويه سنه فيشد البورسلين عليه سنه فيخليه اندر كومبريسيف ستريسز. اوكي؟ طيب بيقول لك لما بيعمل كولينج الكور هيكونتراكت سلايتلي، اللي هو الميتال اللي في القلب ده هيكش اكتر فيخلي السطح على ريزيدوال كومبريسيف ستريس. هنتكلم على موضوع جديد، حاجه البورسلين تيس، دي اسنان البورسلين مبدئيا كده بتاعت الدينشر دي. خلاص دي انا حاولت اقلب عليها الدنيا ما لقيتهاش حتى بتتباع غير شركه واحده بس في الصين هي اللي بتبيعها، بقت هيستوريكال مش موجوده. هي فكره اسنان البورسلين دي، بعمل الهاي والميديم فيوزنج دنتال بورسلين، هم بيسيحوا درجات حراره عاليه، بعملهم في قلب في قالب كده، بجيب البورسلين واسيحه واحطه جوه القالب ويطلع لي بالمنظر ده. طيب اسنان البورسلين دي هتعرف تشبك في الاكريليك الدنشر بيز؟ لا، دي ماده ودي ماده، فلازم اعمل فيها بينز، دبابيس زي كده في اسنان الانتيريور، يعني ده مثلا كناين اهوت في اسنان الانتيريور حطيت فيها بينز، وفي اسنان البوستيريور ده مولر بس من تحت، بعمل فيها تشانلز كده عشان بحيث الاكريل يخش هنا يمسك والاكريل يمسك حوالين البينز دي. مميزاتها ايه؟ الاوبتيكال بروب ساعتها احلى بكتير من الاكريليك، السترينث والهاردنس بتاعها اعلى بكتير من الاكريليك، الكيميكال ريزيستنس بتاعتها اعلى بكتير من الاكريليك. خلي بالك الاكريليك ده بلاستيك، طلع ولا نزل بلاستيك، مين الاقوى عندك؟ الازاز المكتب بتاعك سطح الازاز عليه، ولا لو جبت بتاع بلاستيك وحطيته سطح سطح للمكتب عليك، مين اللي يستحمل اكتر، ازاز ولا الاكريل؟ اكيد الازاز هيستحمل اكتر. وبزستاند هاي تمبرتشر ديورنج ريبيز اند ريلايننج، لو حبيت تغير قاعده الطقم فاسنان بورس مش هيحصل لها حاجه، في اسنان الاكريليك لا ممكن تبوظ. طب عيوبه ايه بقى؟ ديفيكالت ان بولشنج افتر اوكلوزر ادجستمنت. تخيل كده حضرتك انا لقيت في حته عاليه فقمت باردها من السنه، هدخله فرن ازاي ده؟ الاكريل اصلا ما يستحملش فوق ال 100 درجه، هعمل له بولشنج عند هدخله الفرن عشان يحصل له جليزنج؟ لا طبعا، اخرك هتعمل بولشنج، وبولشنج للسيراميكس مش 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 حلو خالص زي انك تعمل له جليزنج، انت كده كده الجليزنج استحاله يتعمل والبولشنج هيبقى صعب. طيب تاني حاجه بقى اللي قلناها قبل كده، كوفيشن اوف ثيرمال اكسبانشن بتوين الدنشر بيز اللي هو الاكريليك وبتوين اسنان البورسلين مختلف فيعمل كريزنج. تالت حاجه بقى الاكريليك ريزن عندها ريزيلينس عاليه. يعني ايه ريزيلينس؟ يعني تمتص الانرجي، يعني المريض يجي ياكل على اسنان الاكريليك تلاقيها بتاخد وتدي معاه كده، تبقى طريه على البون اللي تحت.
بعكس اسنان البورسلين. لا، اسنان البورسلين ما فيش حته فيها ريزيلينس دي. الراجل يضغط كل الفورسز تنزل على الريدج، عشان كده لو الراجل عنده ريدج بتاعه دايب شويه ما ينفعش اصلا نعمله اسنان بورسلين، بنعمله اسنان الاكريليك. اوكي، يبقى الميزه الثالثه في الاكريليك تيس ان هو عنده ريزيلينس، مور ريزيلينس، فيقدر يمتص انرجي اكتر من الطقم. خامس حاجه هتعمل ميكانيكال انترلوكينج بس، في حين ان اسنان الاكريليك كانت بتعمل كيميكال بوند، يبقى اسنان الاكريليك البوند بتاعها اعلى. خامس حاجه اسنان البورسلين بتعمل كليكينج ساوند. شايف كده لما تلاقي بنت لابسه كعب وماشيه طرقع في الطرقه، نفس الصوت كده بيحصل، صوت الكليكينج ده. حاجتين بورسلين، حاجتين سيراميك قاعدين بيخبطوا في بعض، تك 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 تك، الراجل قاعد بياكل بيصدع وهو بياكل. هنتكلم اخر حاجه على السيراموميتاليك ريستوريشنز اللي هي الحشوه دي، التركيبه دي، ميتال من تحت وبورسلين من فوق. الريستوريشن بتتكون من ميتال سبستراكشر فوقيها بورسلين فينيرنج، فينيرنج يعني كفر بيغطي. مميزاتها ايه؟ بتجمع الجود ميكانيكال بروبرتيز بتاعت الميتال والجود اوبتيكال بروبرتيز بتاعت البورسلين. بحاول استفيد من المميزات ده ومميزات ده. الايجر كورنت بتاعت الالوي طبعا يكون عندها ميلتنج رينج اعلى من البورسلين. انا هعمل الميتال بتاعي ومحاطط عليه بورسلين من فوق. اوكي، ينفع يكون الميتال بيسيح عند 1000 وانا احط له بورسلين بيسيح عند 1200؟ الميتال هيسيح يا سيدي وانت بتعمل فايرنج للبورسلين، فلا، لازم الميتال تكون درجه انصهاره اقل من 100 ل 150. ليه؟ عشان ما يحصلش ساج. يعني كلمه ساج؟ يعني كريب ات هاير تمبرتشر. يعني ايه؟ هات شمعايه كده وحاول تدفيها شويه، مش هتلاقيها بتتني اندر ايتس اون ويت تحت وزنها، ده اسمه ساج. في الميتالز بقى تسميه ساج. اوكي؟ يبقى حاجه شبه الكريب في الحاجات بس الميتال ملوش بيحصل لها كريب، الميتال بيقول بيحصل لها ساج. اوكي؟ طيب يبقى الميتال المفروض يبقى عندي درجه انصهاره اعلى على الاقل ب 100 150 درجه من البورسلين. تاني حاجه في ريكويرمنت بتاعت الالوي، الكوفيشنت ثيرمال اكسبانشن بتوين الالوي والبورسلين يبقى متظبط ماتشد. يعني ايه؟ يعني الميتال اعلى سنه، ليه اعلى سنه؟ عشان الثيرمال كومباتيبلتي اللي احنا قلناها، يكش اكتر فيخلي البورسلين يتشد اكتر فيخلي على سطحه كومبريسيف ريزيدوال ستريسز. تالت حاجه يبقى عنده موديوس فلاسيستي عالي. يعني كلمه موديوس فلاسيستي؟ يعني اقدر استعمله بسيكنس رفيع من غير ما يتني. اوكي، فاكر المسطره الحديد والمسطره الفليكسبل الطريه؟ عشان المسطره الفليكسبل الطريه ما تتنيش كنت بعمل ايه؟ بحطها تخينه. انا مش عايز تخينه، انا عايز رفيع، يبقى استعمل موديولس عالي عشان المسطره الحديد صعب ان هي تتني. تاني حاجه يلد سترينس بتاعها يبقى قوي عشان ما تتنيش، لان لو اتنت البوصله فوقيها هيتكسر. تخيل كده حضرتك جايب مكتب والخشب بتاعه تعبان، فلوح الازازه هيحصل ايه؟ لو جيت ضغطت على الازازه تلاقي الماء الخشب اتنى، طق الازازه اتكسر، ما ينفعش. رابع حاجه الالوي لازم تعمل لك سيرفس اوكسايد لاير. ليه؟ عشان تعمل كيميكال بوند مع البورسلين. ما انا عايز البورسلين والميتال يشبكوا في بعض، فبنعمله ازاي؟ البورسلين هيتفاعل مع اي اوكسايد لاير موجوده على سطح الميتال، طبعا بتبقى اوكسايد لاير معموله مظبوطه مش اي اوكسايد لاير وخلاص. طب ايه الريكويرمنت بتاعت البورسلين بقى؟ اعكس يا باشا، البورسلين يكون الفيوزنج تمبرشر بتاعته اقل من الميتال 100 ل 150، الكوفيشنت بتاعه اقل من الميتال. تالت حاجه بقى الكور بورسلين، فاكر الكور بورسلين اللي كنا بنعمل بيه ماسكينج للميتال؟ لازم يبقى موجود وعنده نسبه اوبسيفايرز كتيره عشان يهايد الميتال كلر، يعمل ماسكينج ليه. رابع حاجه البورسلين لازم يعمل ويتنج لسطح الالوي، ما لو ما عملش ويتنج مش هيخش في السيرفيس ايرجولاريتيز بتاعه الميتال، فمش هيحصل الميكانيكال انترلوكينج. اوكي طيب ايه انواع الالوي اللي ممكن نستعملها؟ في نوبل ميتال الوي اللي هي زي الجولد الوي والجولد بلاتينم، الحاجات دي هندرسها في شابتر الدنتال كاستنج الويز، انواع الالويز. وفي الوي ثانيه اللي هي البيز ميتال الوي زي الكوبالت كروميوم والنيكل كروميوم. طيب النيتشر اوف سيرامو ميتاليك بوند، السؤال ده مهم جدا، شورت اكونت لازم يجي لك، مهم جدا. اول حاجه ميكانيكال انترلوكينج، انا الميتال الاول بعمله بيبقى ناعم كده بيلمع، لا بخلي سطحه لازم يبقى رف. شايف السطح ده رف ازاي؟ عملت له ساند بلاستنج، جبت حبيبات رمله وخليتها تخبط فيه بسرعات عاليه. اوكي، يبقى البورسلين لازم يعمل ويتنج والفلو انسايد السيرفس ايروجراس، لازم البورسلين يخش جوه دي، ما سطح الرف ده البورسلين هيخش جواه ويعشق جواه، يبقى الدنيا زي الفل، البورسلين هيخش وهو في حاله فلويد لما باجي احرقه. اوكي، فيبقى لازم السطح بتاعك يكون رف بتاع الميتال، رف وزن ليميتس. اوكي، يبقى عشان تعمل لك ميكانيكال بوندنج. طيب تاني حاجه الكيميكال بوندنج بقى، زي ما قلناها قبل كده ان سطح البورسلين لازم يبقى فيه اوكسايدز
سوري سطح المتل اللي لازم فيه اوكسايز علشان تعمل بوند كيميكال بوند مع البورسلين. بورسلين رياكت وذ سيرفيس اوكسايد لاير بتاعت المتل اند فورمز ا كيميكال بوند. في حاله الجولد الوي بنحط تين وانديوم عشان تعمل الاوكسايد لاير. في حاله البيزميتال الوي لا مش محتاجه، هي كده كده بتتكون نتيجه الباسيف لاير اللي هي الكروميوم والتيتانيوم سيرفيس، بيكونوا اوكسايد باسيف لاير. الباسيف لاير دي هو بيتفاعل معاها. الكومبريسيف بوندنج اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو سلايت ميس ماتش اوف كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن بتوين البورسلين اند ميتال. الميتال يبقى الكوفيشنت بتاعه اعلى سنه فيكش زياده سنه فيشد البورسلين على سطحه، لما يشد البورسلين على سطحه ده يعتبر نوع من انواع البوند بنسميها كومبريسيف بوند. يبقى الثلاث انواع من البوند مهمين جدا جدا جدا. سؤال، طيب عايزه الفيلير اوف سيرام ممتلك بوند، هل ممكن يحصل فيلير؟ اه طبيعي بيحصل حاجتين، يا اما كوهيسيف فيلير، وده بيحصل كوهيسيف يعني ايه؟ في نفس الماده، يبقى البورسن اللي اتكسر، يعني في بوند قوي جدا بتوين البورسن وبتوين الالوي. ده في الغالب بيحصل في الجولد الوي، يعني تلاقي هنشوف الصوره دلوقتي. الاديسيف فيلير بقى بيحصل اديسيف فيلير يعني فيلير في الاديسه في الاديجن في البوند نفسها، يعني تلاقي البورسن اتفصل لوحده والميتال مفصول لوحده. ده انديكيت ان في ويك بوند، وده بيحصل في الغالب في البيز ميتال الوي نتيجه ايه؟ ان عندي الاوكسايد لاير بتبقى تخينه شويه او كومبريسيف ستريسز بتزيد شويه. الكوفيشنت كان فرق كبير شويه فحصل الفيلير ده. اجي حضرتك رسم توضيح، ده الكوهيسيف فيلر، شايف البورسلين هو اللي اتكسر، الميتال ما اتكسرش ولا البوند بينهم اتكسر. امال هنا ايه اللي حصل؟ لا ده البورسلين فك، كان في هنا بورسلين وابتدى يفك، فك، حصل ادهيسيف فيلير، البوند فكت. ادي الشكل بتاعه، لو ركزت هنا قوي هتلاقي ان دي جولد الوي. اللي اتكسر شايف السيراميك مكسور من هنا اهو. كل ده البورسلين اتكسر. انما هنا ايه اللي حصل؟ لا هنا البورسلين فك، الميتال شكله سليم اهو. البورسلين هنا فك انما البورسلين هنا اتكسر، ده الكوهيسيف فيلير، ده الاديسيف فيلير. ثانك يو.